الطقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. يسود الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع 18 درجة مئوية، الرطوبة 56%، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة لمعتدلة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا ارتفاعات في درجات الحرارة مقارنة بيوم نهار اليوم. إربد طقس مشمس 32 إلى 19، من المفرق 32 إلى 20، جرش 32 إلى 19، وعجلون 30 إلى 17. المنطقة الوسطى العاصمة عمان 31 إلى 21، الزرقاء 33 إلى 21، البلقاء 32 إلى 21، ومأدبة 32 إلى 21، والبحر الميت 38 إلى 25. المنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 28 إلى 18، طفيلة 29 إلى 20، الشوبك 27 إلى 20، معان 31 إلى 21، والعقبة 39 إلى 28. المنطقة الشرقية رياح نشطة وأتربة مثارة، الرويشد 36 إلى 21، الصفاوي 37 إلى 20، والأزرق 36 إلى 21. إلى اللقاء.